بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم إن شاء الله محاضرتنا تطبيق عملي على كتاب الجامع للترمذي. احنا في المحاضرات السابقة كانت المحاضرة كانت حول المنهج، وقلما طبقناه في داخل الكتاب. اما اليوم ان شاء الله راح يتبين لنا المنهج الذي اخذناه، هذه النقاط اللي أخذناها في منهجية الترمذي، كيف يمكن أن نطبقها أو كيف يمكن أن نستخرجها من كتاب الترمذي. فلو فرضنا اليوم أنه أنا عندي كتاب جامع الترمذي وأريد أن أستخلص من الجامع منهجية الترمذي، فكيف يمكن أن أستخرج من الكتاب المنهجية؟ الآن أول منهجية حسب التسلسل اللي راح تكون عليه محاضرتنا، يستعمل المنهج الأول يستعمل لفظ أبواب بدل كتاب عند البخاري. هذه الآن أنا حتى أطبق هذه المسألة أنا أعرض لكم شنو صورة توضيحية، وهو أنه أنا لما أفتح كتاب الجامع للترمذي سأجد أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، أبواب الوتر، أبواب الجمعة، أبواب العيد. هذه أبواب الصلاة كانت عند قبل الترمذي، ما هي؟ كتاب الصلاة. أبواب الطهارة قبل كانت شنو؟ إذن المنهجية الجديدة عند الترمذي ماذا؟ هاي شوف الآن التطبيق، إنه أنا كأنما الآن أصفح كتاب الجامع، فوجدت شنو؟ أبواب الطهارة، هاي أول منهجية من عند الترمذي أستخلصها شنو؟ وأستخرجها، فصار عندي الآن شنو؟ استخراج للمنهجية، صح ولا لا؟ يعني أنا الآن لما أصفح كتاب الترمذي وأجد قد قسم المواضيع إلى أبواب، مباشرة راح ذهني وين يروح؟ إلى من سبق كان شو يسوي؟ يجعل الكتاب إلى كتب، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصوم، وهكذا. إنما في الترمذي ماذا؟ أبواب. إذا هسه هذه المنهجية، فهو الآن المنهجية هذا هو عنده الآن التغيير. يعني أنا عند البخاري مثلا عندي كتاب الصلاة، مو؟ استبدل الترمذي هاي منهجيته، مو؟ استبدل الكتاب بمن؟ فكان لديه شنو؟ أبواب الصلاة. هذه الآن منهجية. زين، تحت الأبواب نفس القضية اللي قبله كان شنو؟ تحت الكتاب شنو اكو؟ باب، مو؟ باب مثلا وقوت الصلاة مثلا، مو؟ هنا مثلا تحت الأبواب مثلا شنو؟ باب وقوت الصلاة مثلا. إذا الآن تغير عندي ما هو؟ لفظة كتاب صارت شنو؟ باب. وتحت الباب هنا أحاديث، وتحت هذا الباب شنو؟ أحاديث. إذا الآن عمليا طبقنا منهجية الترمذي في إيراد أبواب بدل شنو؟ بس لينا عندنا مشكلة؟ لا ما عندنا مشكلة. ننتقل إلى المنهجية الثانية، ذكر طرق الحديث. الآن أنا بعلوم الحديث أخذنا بأنه هذا المتن قد يمكن أن يكون له طريق أو
طريق ثاني أو طريق ثالث وهكذا. مو؟ إذا منهجية الآن حتى يذكر لي هذا نص الحديث أو متن الحديث، شو يذكر لي؟ يذكر لي الطرق. واضح الفكرة؟ زين، أنا أريد الآن أستخرج هاي المنهجية، هاي النظرية، أنه ذكر الترمذي طرق الحديث نظريا. بس الآن إذا أعطيك الكتاب مو؟ وأريد منك تستخرج لي الطرق للحديث عند الترمذي، الآن شنو يكون أنت تطبق عمليا؟ فالآن هذا المثال اللي أتحته نأتي للتطبيق العملي، تفضل شيخ. الآن حدثنا قتيبة قال، الآن راح تأتي على عجالة حتى يتبين. الآن حدثنا، هذا الطريق الأول، شوف الآن أريد أوصل إلى هذا المتن. حدثنا، من هو حدثنا المفروض؟ نار الترمذي، مو؟ هذا الترمذي، يعني حدثنا منو؟ قتيبة، بس راح نختصر. حدثنا منو؟ داوود. عن عمرو، مو؟ عن عكرمة، مو؟ عن ابن عباس. وابن عباس شنو رفعه الى النبي؟ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وذكر الحديث. بس هذا طريق، والطريق شنو؟ ابتدا بالترمذي ووصل الى الصحابي، فهو طريق شنو؟ مرفوع الى النبي، رفعه الى النبي. ليش؟ لانه الصحابي موجود ورفعه لمن؟ الى النبي. هذا الطريق الاول. سوياك؟ زين. الان اريد اتي الى هذا المتن، اشوف له شنو؟ عند طريق ثاني لو لا، ذكر الترمذي لو لا، شنو يقول لي؟ وروى ابن عيينه. زين، هذا طريق ثاني. هسه طريق ثاني حتى اوصل لمن؟ الى نفس المتن. روى منه ابن عيينه. زين، طبعا الان لحد الان روى ابن عيينه، وين الترمذي؟ ما ادري، لعله هسه اكو فاصل بينه وبين الترمذي، ولكن احنا الان بالطريقه الثانيه راح نبدا منين؟ زين، هذا الحديث عن عمرو، مو؟ عمرو عن من؟ عن عكرمه، وعكرمه ان النبي، شوف مباشره عكرمه اللي هو التابعي، وين التابعي؟ اذا هذا الان ذكر به الصحابي، هذا الطريق الثاني ما ذكر. اذا هو احنا عندنا اما ان يكون مرفوعا مو موقوفا ومقطوعا، هذا الاول، هذا الطريق، هذا الثاني الموقوف. ليش؟ لانه توقف عند التابع، مو؟ شوف الان جاي اقرا واستخرج منهجيه الترمذي. أنا الآن في صدد استخراج بيان طرق الحديث، مو؟ هذا الطريق الأول، مو؟ من عبارات الترمذي، أريد أستخرج المنهجية منين؟ من عبارات الترمذي. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة، مو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله، مو؟ وذكر الحديث، ولم يذكر، شوف الآن المنهجية راح نأتي إلها في، ولكن هسه مو في صددها احنا، ولم يذكر فيه ابن عباس. هنا يعني المفروض هذا نفسه لم يذكر فيه منه ابن عباس، هذا ما موجود بالطريقة الثانية. زين. ولم يذكر فيه ابن عباس، ثم الآن جاي يكمل. شوف، حدثنا بذلك. بذلك عن شنو؟ احسنتي، هو هذا الان شوف جاي يقول حدثنا بذلك، يعني شنو بذلك؟ بهذا الطريق. منو حدثنا؟
نانا هسه مو انا ما قلت حدثنا الترمذي اخلي الترمذي وهنا شنو حدثنا مو حدثنا بذلك منه شوف منه سعيد جيد هذا سعيد مو سعيد قال حدثنا بذلك شنو سفيان من هو شوف سفيان بن عيينة اللي هو هذا منه ابن عيينة إذن الآن الترمذي وين وصله إذن الطريق الثاني اللي صار عند الجديد الطريق الثاني شنو صار عند الجديد طريق ثاني شنو؟ الترمذي حدثنا سعيد مو بن عبد سعيد المخزومي مو عن من؟ ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة إن النبي هسه هذا صار طريق واحد وهذا صار شنو؟ طريق ثاني هسه حدثنا بالترمذي سفيان هي حدثنا من جاي يقول حدثنا بس ايش صار عندي؟ اي ما هو هذا هو هذا الان اللي يريد نوصل له حتى نطبق منهجيه الترمذي الان المنهجيه عامه انه هذه المنهجيه شنو ذكر طرق الحديث مو هذه المنهجيه العامه؟ نعم ذكر طرق الحديث اريد اطبقها مو الان شوف حدثنا قتيبه حدثنا داود مو عن عمرو عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وذكر الحديث وهذا الان انتهى السند ووصلنا للحديث لهنا كحديث انتهى الان اريد أبين منهجية الترمذي أو هو يريد يقول لي أنا عندي منهجية جديدة شلون؟ بعد ما ذكر الطريق الأول ووصل إلى الحديث كمل إذا توقف لهنا هو شغله كمحدث تام صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه طريق ومتن مو لهنا أخوه ما عندي مشكلة زين يقول وروى ابن عيينة هذا الحديث يا حديث هذا يعني يريد يقول لي هذا اللي أنا ذكرت لك إياه الآن شنو طريق ثم وروى ابن عيينة هذا الحديث ابن عيينة موجود بالسند الأول ما موجود يعني شنو يعني طريق ثاني من يقول لي وروى هذا الحديث ابن عيينة لما اقلب السند الاول ما القى به ابن عيينه اذا راح مباشره اوصل الى انه شنو يريد يسولف لي عن من عن طريق ثان هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمه ان النبي صلى الله عليه واله ويذكر الحديث ولم يذكر فيه ابن عباس اللي هو هنا ما موجود بالطريقه الثانيه حدثنا بذلك منه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان هم بن دينار عن عكرمه ويكمل اذا الان ما هي المنهجيه للترمذي انه ذكر طريق اول الحديث ثم اعقبه ببيان شنو طريق ثاني واضح الفكره هسه لهنا ما عندنا احنا هسه مشكله انه شنو منهجي لما قال الطريق وذكر طريق ثاني منهجي تقول شنو اقول؟ انه ذكر طرق الحديث ها؟ يعني انا بشكل عام لما عندي متن ولابد الى طريق؟ زين المحدث لما ياتيني بسند ومتن اللي هنا كمحدث انتهى عمله لو ما انتهى خلص عمله مو ولكن اذا زاد لهذا السند سند ثاني طريق ثاني فراح تصير عند المتن بسندين
معناته شنو؟ اقول منهجيته انه يكتب فيه في طريق لو يذكر طريق ثاني. اذا لقيت المحدد اذا قلبت كتاب الان لو فرضا انه قلبت جامع الترمذي وكل متن الى طريق واحد شو اقول منهجيته؟ يذكر للحديث سندا واحد او يذكر الحديث طريقا واحد. وانتهت. زين اذا قلبت وجدت لا اذا اكو عنده حديث دائما يحاول ان يذكر لهذا الحديث شنو؟ طريق اخر، شنو منهجيته؟ انه بيان طرق. هسه لنا عندنا اشكاليه؟ اذا لقينا هذا انا حتى نلخص من الابواب. انا المنهجيه النظريه اللي اخذتها في المحاضرات السابقه بانه الترمذي يذكر طرق الحديث. مو انا حتى اقعد احفظ انه الترمذي يذكر طرق الحديث. هذه شو تطبيقها؟ تطبيقها عمليا هكذا، حينما اقلب الاحاديث القى للحديث شنو طريق، ثم ياتيني بطريق اخر فيقول انه منهجيته شنو؟ فلو فرضنا هذا اريد انه فرض حتى تتوضح القضيه، فلو فرضنا انه ما يذكر لي ابد طريق ثاني، شنو منهجيته؟ اذا انا امتى اقول منهجيته يذكر طريق او منهجيته يعدد في الطرق؟ حينما اتصفح الاحاديث واتابعها اشوف انه للمتن طريق لو اكثر يذكر لي اياه. فما دام انه انا هسه الان لقيته لهذا الحديث ذكر لي طريقين يقول منهجيته شنو؟ قلنا عندنا مشكله؟ لا بس ليش الحديث الاول سوى مرفوع سماه والثاني سماه موقوف؟ هسه ما لنا علاقه، احنا مو هذا راح تجينا بالحكم على الاحاديث بالنقاط الجايه. نعم. هسه لهنا انا عندي منهجيته يذكر لي شنو؟ بالضبط. اذا اكتفى يعني اذا كل ما قلب له حديث القام فقط ذكر طريق واحد، منهجيته شنو يصير؟ طريق واحد. واذا وجد في صفحات الكتاب انه للحديث اكثر من طريق، النتيجه شنو اقول؟ انه منهجيته بيان شنو؟ طرق واحد. هسه هنا ما له علاقه بالتتمه اللي الان تفضلت به. التتمه ما لنا علاقه بها. انه الان هسه شوف ولم يذكر فيه ابن عباس وكذا، هذا الان راح نجي له حتى لا تتداخل عندنا المنهجيات. الان انا لقيت المتن عنده اكثر من طريق مباشره استخلص شنو؟ ان هذا المحدث يذكر من حديثه. واخذ فكره لنا؟ جيد. الان عليكم السلام، تفضل. حتى نجي للمنهجية الثانية. للمنهجية الثانية عند الترمذي، ما هي؟ مقارنة بين الشيوخ. أولا يعني شنو معنى الشيوخ اللي نقصده بعلوم الحديث؟ ما هي يعني لما يقول شيخه فلان روى عن الشيخ فلان شيوخ فلان، ماذا نقصد؟ الاساتذه اللي هم سمع لهم وتحمل منهم لحاجه، يعني اللي اخذ من عندهم ووقل زين. الان المنهجيه الثالثه، شوف الان المنهجيه الثالثه، حدثنا علي. لا من هو اللي جاي يقول حدثنا؟ منو؟ ترمي. جيد. الان شنو؟ نكتبها شوف. حدثنا منو هنا؟ ترمي. حدثنا علي بن حجر، بس احنا ما نريد ندخل في تفاصيل الاسماء، حدثنا. انا شوف منطيكم واو شوي خاله غامقه واضحه. و هاي حدثنا علي
وأحمد. هذا يعني شنو حدثنا علي وأحمد لهنا قبل أن نكمل؟ يعني كأنما أنا الآن جالس ويجي علي ويجي أحمد واثنيناتهم جالسين ينقلون حديث وزينا في نفس الوقت. في نفس الوقت هسه ما لنا علاقة في نفس المجلس أو في مجلس آخر، ولكن أنا الآن سمعت منين؟ منين هم في علوم الحديث، معناته شنو؟ تحملت الحديث من علي وتحملت الحديث منين؟ من أحمد في مجلس واحد في مجلسين هسه ما لنا علاقة، ولكن أنا الآن أتحمل بالطبيعي أنه حدثنا المفروض علي مو؟ ولكن و يعني هسه اثنيناتهم حدثنا علي وأحمد قال شوف قال يعني منو؟ علي وأحمد قال أخبرنا مو؟ عبد الله بن مبارك مو؟ عن معمر مو؟ شوف السنة عن أشعث وكذا المتبقى احنا ما لنا علاقة، احنا نريد ناخذ المنهجية الآن بالوضع الطبيعي الوضع اللي العام المفروض الترمذي شو يقول؟ يقول حدثني علي أخبرنا منو؟ عبد الله مو عن معمر عن أشعث الكبير أنه حدثني منه أحمد أخبرنا منه عبد الله عن معمر عن الأشعث مفروض هذين طريقين ولكن الآن علي وأحمد هم اثنيناتهم عندهم نفس الطريق متحملين من نفس الطريق يعني عبد الله محمل أحمد الحديث ومحمد علي الحديث صح ولا لا؟ واضح لنا؟ الآن الأصل من اللي راوي الحديث؟ راوي الحديث لحد الآن عبد الله عبد الله عنده علي منطي الحديث محمل الحديث وعنده أحمد منطي الحديث مو؟ هذول اثنيناتهم الآن وين حطوا الحديث؟ وين حملوا الحديث؟ المن؟ الترمذي. إذا الآن هو جاي يريد يقول لي هاي المنهجية الجديدة اللي هي شيخ إنه هذا شيخ وهذا هذا مو شيخة؟ وهذا شيخ الثاني مو؟ الآن شنو قلنا مقارنة الشيوخ؟ شنو مقارنة الشيوخ؟ يعني الآن بدل ما أنا أقول لك حدثني علي أخبرنا علي أنه هو اللي سولف أخبرنا عبد الله عن معمر عن الأشعث وهنو برجع شو أقول لك؟ حدثني أحمد أخبرنا عبد الله عن معمر شنو أسوي؟ هذول مشتركين بهذا أنا مو قلنا هو طريقة الاختصار واحد أنا شو أسوي؟ هذا نفسه وين مشتركين؟ هذول اثنيناتهم مشتركة فأقول لك حدثنا علي وأحمد الآن شنو معناته؟ إنه أولاً طريقهم واحد ثانياً اثنيناتهم محدثين الترمذي هذه شنو صارت؟ بس ما بفضل بين الترمذي مقارنة بين الشيوخ مو مقارنة بنفسية تحديث علي وأحمد ونفسية الثانية اي بس الآن جمع بين الشيخين لو ما جمع حتى الحالة صارت تجمع بين الشيخين اي بس هذه حاله مطوره هذا حاله مختصر شلون احنا نريد الاختصار لمرض ليش لانه الان هو منهجيه الاختصار والاطار الاختصار زين ثاني انا الاختصار لازم عندي فن الاختصار يعني انا من اقول اختصر مو لا عندي قاعده وعندي فد اسلوب في علم الحديث منطبق حتى انه انا اختصاري يصير صحيح صح ولا لا؟ الان هاي المقارنه شنطتنا كم دلاله؟
اولا الدلاله الاولى انه علي واحمد طريقهم واحد، هذا واحد. اثنين هم حدثه الترمذي، شيوخ الترمذي، مو؟ اذا هذا الاختصار اعطاني دلالات متعدده، مو فقط انه انا اختصر، ولكن يكون يوحي للاختصار بمعاني معاني مقصوده صحيحه. اذا الان مثال اخر، حدثنا ابو عمار وعلي قال، نيناتهم شنو؟ قال، كأنما الآن جالسين في مكان وقال أو في مكانات مختلفة وذكروا نفس السند. المهم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن الزبير وكمل. إذا هذه العالمة أقرأ في منهجية الترمذي أو يردني كسؤال أو كذا، إنه ما فقط إنه أنا أذكر لك أننا حدثنا علي وأحمد قال أخبرنا عبد الله. ما هي منهجية الترمذي؟ الاختصار. لا، مقارنة بين الشيوخ. إذا منهجية، إذا قلت لك ليش أنا وترجع تقول الاختصار لبيان معاني. المهم هسه المنهجية ما هي؟ مقارنة. تبيها مشكلة؟ ما بيها مشكلة، مو؟ أنا اللي علي شنو أسوي؟ هذه الملزمة عندي ذكر طرق الحديث، أخليك مثل هذا اللي الآن ذكرنا، ورقة وقلم وأكتب بي طريق، مو؟ وأكمل ويا الترمذي وأكتب الطريق الآخر، راح أوصل بالفكرة على أنه الآن هذا طريق وهذا طريق ثاني، إذا صارت طريقين لمتن واحد، لنص واحد، لحديث واحد، معناتها منهجيته شنو؟ زين. إذا الآن بالوضع الطبيعي المفروض يقول حدثنا فلان عن فلان يكمل. لا، هو شو قال؟ حدثنا فلان وفلان. الآن هسأل هنا أنا عندي إشكالية؟ أعتقد سهل، مو؟ سند لازم شنو؟ يبدأ بالمحدث، يعني مثلا الترمذي، والمفترض مرفوع إلى رسول الله واصل للصحابة، والصحابة رفعه إلى رسول الله، صار ولا زين؟ هذا الآن الحديث، بس أنت قبل لا ناخذ هاي المنهجية، أنا الآن هذا المحدث هنا، وهذه سلسلة السند، وهذا المتن. بعض الأحيان هنا اكو اشتراك، اكو اشتراك ويا سند آخر، نقطة يلتقون به، مو؟ فأنا أجي بهذا الطريق ثم أحول على هذا الطريق، مو؟ أوصل إلى واحد من رواة السند، ثم أحول من هذا السند إلى سند آخر. ليش؟ لأنه هذا اللي حولت من عنده هو نقطة الالتقاء بين سندين. مو؟ الآن شوفوا شو قال لي، يقول حدثنا إسحاق، مو؟ بعد اي حدثنا اسحاق قال حدثنا منو؟ معن. هذا معن. قال حدثنا منو؟ مالك. هسه هذا منو؟ لا، انا حدثنا نا منو؟ الترمذي. الترمذي يقول حدثنا اسحاق،
إسحاق منو اللي قايل لي بالحديث؟ معن معن منين ماخذ الحديث؟ من زين سليناها طريق حاء حاء كبير هاي حاء هاي حاء كبير مو حاء وحدثنا منو اللي جاي يحكي؟ الترمذي. وحدثنا هنا مو وحدثنا نعم الترمذي وياي وحدثنا الترمذي قتيبة هاي قتيبة هسه الأول قال حدثنا منو إسحاق إسحاق منين ماخذ من معن معن منين ماخذ معن زين وحدثنا منو هسه وحدثنا اللي جاي يتكلم منو منين ماخذ من قتيبة يعني هسه هذا هنا إسحاق وهنا قتيبة يعني معناته شنو هسه طريق ثاني صار ولا أنت يمت تشوفه طريق ثاني من تشوف المصنف الآن وصل بدأ ببداية جديدة هذا بالأعم الأغلب هالشكل احنا نتهم إذا كان هذا إن أنا محدد وبدأ ببداية ثم بدأ ببداية أخرى معناته هذا طريق وهذا شنو؟ الآن الترمذي وحدثنا قتيبة بينما الأول يقول حدثنا منه يعني طريق ثاني وحدثنا قتيبة عن من؟ شنو صار؟ وين؟ اشتركوا في مالك مالك هو الآن مصدر الحديث لمعن ومصدر الحديث لمن؟ واضح الفكرة ولا لا؟ الآن من اللي حدث معن؟ مالك من حدث قتيبة؟ مالك يعني الآن لعله إنه هذا الآن هو الشيخ لمعن والشيخ لمن لقتيبة أنا هسه حتى لا نخلط بين هذه وهذه نقول إنه هذا الطريق وصل إلى مالك وهنا وصل لمن هم إلى مالك مو؟ زين وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري شوف الآن ورا مالك إيش قال لي؟ الجديد هسه فد رواد جدد مو عن من؟ عن الزهري ها؟ هسه احنا نعرف شنو الحق عن الزهري مو هذا جديد هسه جانا زهري عن من؟ عن عطاء مو عطاء منين ماخذ؟ عن ابي سعيد ابي سعيد رافعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هسه الان الحاء ما هي الحاء انه بدا بهذا الطريق شوف الان سلك هذا الطريق هذا الطريق مو هذا الطريق الاول هذه نقطه الالتقاء فحول من الى هذا فالنقطة التحويل وين صارت عندي مالك؟ فالحاء يقول لي هو وين انتهى الآن مالك؟ ثم بدأ بداية جديدة وانتهى بمالك وكمل. يريد يقول لي انه الآن أنا أريد أحول السنة وصلت إلى مالك وبديت بسنة جديدة وانتهيت بالسنة الجديدة لمن؟ إلى مالك وكملت. فصارت عندي نقطة التحويل منه فإذا أنا إذا لقيت حاء مو يعني داء سبب ها تحويل طيب إنه أنا إذا لقيت حاء شنو أقول؟ أقول هذه منهجية التحويل عند الترمذي طبعا موجودة عند السبقة مسلم كان كذلك البخاري بعض الأمور يأتي بها ولكن إذا هذه الآن فكرة التحويل عرفناها إنه أنا
أسلك بطريق وأتوقف عند راوج الشخص، عند شيخ، عند محدث، مو وأبدأ بجديد إلى أن أتوقف عنده ثم أكمل. فإذا أنا إذا لقيت الحال شو أقول؟ أقول هذا شنو؟ اشتراح التحويل. إذا شنو؟ استعمال طريق التحويل من سند إلى آخر. سبيها يا أستاذي؟ وين ما عندك الحال أقول إنه شنو؟ تحويل. فيها مشكلة؟ ما في مشكلة. إنه أنا الآن تحويل صار عندي صار عندي شنو؟ تحويل. هسه شنو؟ في اشكالية؟ إذا وصلت ولقيت حاء وين ما ألقى حاء مباشرة الحال أنا في تحويل، أحول من هذا السنة إلى سنة. المفروض أنا أكمل ولكن هو حولنا، صارت هاي نقطة الالتقاء وحول إلى سنة جديدة. خلي حتى لا تتراكم علي. نعم. أوصل إلى مالك. أوصل إلى مالك. يعني الآن لو عندي هذا طريق أول وهذا طريق ثاني، شوف انتبه، طريق أول وطريق ثاني ووصلوا هذا الطريق إلى طريق ممر واحد، مو هذا طريق حسن، هذا أول وهذا ثاني وهاي الحالة هنا يعني المفروض أنا أكمل، بس أنا وصلت إلى نقطة وهالنوع من هاي النقطة وصلت إلى طريق صار كأنما طريق ثالث، بس هو مو طريق ثالث، هي نقطة تحويل من سنة إلى سنة. لو كان موجود مالك اشتراك فيها الأولى والثانية بعد لابد ما يصير تحويل، لابد عندي نقطة ما يصير أحول، لابد اشتراك بعدين تحويل، لابد لا ما عندي اشتراك شلون أحول بهذه الطريقة. ولهذا عندك بالمثال الآخر، مثال ثاني حددنا هنادو، ها؟ خل نكتبه هنا، حددنا منه هنادو، حددنا أبو معاوية وياي عن الأعمش. هسا الطريق مو؟ لقيت شنو؟ لقيت حاب وحدثنا منو؟ محمود. شوف هذا الطريق الثاني. الآن الطريق الأول اللي حدث الترمذي هذا هنا الترمذي. الترمذي الآن حدث منو؟ هناد. هنا منو حدثه؟ الطريق الثاني محمود. زين. قال حدثنا منو؟ أبو معاوية، مو؟ وأبو وابن نمير عن الأعمش. مو مشكلة، ما عندنا مشكلة إنه عندنا فد رواة اثنين مشتركين بسند، ثلاث رواة مشتركين بسند، ما عندي مشكلة. ولكن أنا وين الالتقاء؟ إذا وصلت إلى الأعمش عن الأعمش، هنا هذه نقطة الالتقاء، مو؟ وكملت عن إسماعيل بالرجاء عن أوس قال سمعت أبا مسعود وكمل. هذه الآن الطريقة الجديدة لدى الترمذي وهي شنو؟ إذن حتى لا
نلخص لحد الآن كم نلخص لحد الآن لأنه ونمشي إنه الطريقة المنهجية الأولى لما جيت لقيت يكتب لي أبواب الصلاة أبواب الطهارة أبواب الزكاة وجدت بأنه الاختلاف الأول شنو صار عنده منهجية إنه يذكر أبواب بدل شنو كتاب زين لما عنده طريق للمتن ثم طريق آخر والمتن شو أقول؟ أقول معطوب طريقين أقول منهجية زين لما جيت لقيت طريق تبدأ بفلان وفلان أقول إنه فلان وفلان معناتها شيء منهجية جديدة وهي مخالفة زين إذا لقيت طريق إنه بحار وطريق آخر ويكمل من نقطة واحدة شغل أما أجيلة أما ما هي والشرح عليكم وأما أنا أجيب مثل هذا المثال حدثنا لا مو علاقة أنا هاي الأسماء ما حتى مثلا أنا قلت اذكر لي مثال أنتوا كلكم من يومكم أمثلة مو بنفس ال ما له علاقة بالأسماء يعني حتى لو هو هذا إيه على بس كنت مثلا سين عن صاد عن زاد ما بالضبط زين اهتمامه بمقارنة ألفاظ الحديث أنا وقف بدأ ينفذ عن ابن عمر قال الآن أريد أوصل إلى منهجية جديدة الآن شكرا عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة إذا نجد قال لي 27 درجة الجماعة أفضل من زين وعامة من روى الآن جاي أقرأ إذا طلع من هجي وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وآله إنما قالوا خمس مباشرة درجة هنا أنا 27 هنا 25 شنو أقول من هجي تعال مقارنة الألفاظ إذن اهتمامه بمقارنة ألفاظ حديث هذه منهجية شنو جديدة يعني شنو أنا أجيب مثال إنه إذا لقيت المتن طبعاً أنا في الامتحان غالباً إن شاء الله أجيب محل الشاهد شنو هو فإذا أنتم جدتوا إنه هذا اختلاف عن هذا راح شو يقول؟ يقول الآن مقارنة ألفاظ حديث زين هذه أسئلة منهجية جديدة بيان الآراء الفقهية المتعلقة بالحديث ومناقشته إحنا مو قلنا العدد لا ما له علاقة هذا لفظ بس هو الآن الحديث الأول جاي يقول لي قضية يعني حكم أو بيان معنى معين حديث آخر يعني بدون عدد مو عدد غير لا ما له علاقة يعني الحديث يأتيني ببيان حكم معين لمسألة يعني هم اثنيناتهم هذا الحديث الأول والثاني أنا أريد أقول الجماعة هنا المفرد وهنا الجماعة مو من الأفضل أقول الجماعة أفضل فعندي حديثين حديث يقول 27 أفضل حديث يقول 5 فأنا عندي أنا أريد أبين أنه الجماعة أفضل من الإفراد مش قد يعني موضوع الآن شنو تفضل أو زيادة فضل الجماعة على الإفراد فإذا أنا عندي موضوع وله بيانين أو له حكمين أو له قضيتين على شو أقول هذا مقارنة ألفاظ الحديث زين الآن أنا واحدة من الأمور المهمة عند الترمذي قلنا وما عليه العمل صح من أهم أمور في تسمية جامعة الترمذي آخر شيء قال لي وما عليه عمل أريد أشوف عن شنو وما عليه العمل شلون راعى هذه المسألة كيف راعى مسألة شنو وما عليه العمل يعني شنو معناته مو أسألك منهجية عامة كنظري
انه الترمذي من خلال عنوان الكتاب قال انه هو ما عليه العمل يريد يبين شنو اراء العلماء اقوال الصحابه والتابعين. ولكن هذه نظريه. عمليا شلون؟ هذا مثال. وقد رخص طبعا كل الامثله. ما اريد المثال بما هو مثال. ما لنا علاقه. مو؟ احنا نريد الفكر. يعني ما اريد واحد يحفظني مثال بما هو او كذا، لا اريد اوصل للفكره منه. وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي، انا اريد اوقف عن هذه القضيه. الان هو شو قال لي؟ اصحاب النبي احنا هذه وما عليه العمل، مو قلنا اما صحابه، مو واما تابعين، واما شنو؟ فقهاء، مو واما علماء. صح ولا لا؟ فأنا أريد أجيب لك مثال هذا التنوع. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي زين في ركوب البدن إذا احتاج إلى ظهرها، هذول شنو؟ الأصحاب رخصوا، مو؟ وهو قول الشافعي وأحمد. إذا الأصحاب زائد الشافعي زائد شنو؟ أحمد قالوا شنو؟ بالترخيص، مو؟ ها؟ أي مهم؟ لا، وتالي وهو قوله، تالي كمل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الفريق الأول رخص. الفريق الثاني شنو يقول؟ وقال بعضهم شنو؟ لا يركب. يعني شنو؟ لم يرخصوا. أنا اللي أريد أطلع بيه ما له علاقة بالمسألة بما هي مسألة. بس أنا الآن ذكر لي أقوال الصحابة لو ما ذكر لي؟ ذكر لي. وبين الاختلاف بيناتها لو ما بين؟ هو هذا اللي أريده. أعيد بمثال آخر. وقد رخص بعض أهل العلم. نال شنو؟ أهل العلم، مو؟ أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، هاي شنو؟ أن يؤخر، مو؟ واستحب بعضهم، بعضهم مش بيه؟ أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم، ووسع بعضهم أن يؤخر إلى أيام منها. إذا أنا الآن عندي قول ثاني. إذا أنا الآن لما أقول وما عليه العمل يذكر الآراء ويناقشها، هذه اللي أريدها. منهجيته الآن يذكر الآراء ويأتي بالمناقشة، هذه إنه هنا ذكر لي آراء وهنا شنو؟ ذكر لي آراء أخرى. مثال ثالث، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيب. الآن مثال ثالث، أنا ما لي علاقة بالمضمون ولكن اريد شنو؟ التنوع والذكر. ذكر الاراء، نوع الاراء لو لا؟ قوم من اهل العلم شنو قال لي؟ قالوا يعيب، مو؟ وهو وبه يقول هذا قوم منه احمد، مو؟ واسحاق وكذا. وقال قوم، هذا قوم غير هؤلاء، يجزأ. هذا رأي ثاني. رأي ثالث، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وأبي صالح بن محمد أيضا قالوا من صلى خلف الإمام وحده يعيد منهم كذا ويذكر. إذا الآن هذا اللي أريد شنو؟ أنه يذكر رأي ويأتي بمن؟ برأي آخر. قد يأتي بمن؟ برأي ثالث وحاكم.
إذا من أين جيت الآن شنو؟ شنو الدعاء؟ أنا ما لي علاقة، مو مسألتي إنه ما لي مو مسألتي إنه الرأي من شنو معناه؟ مثال من يوم إذا أنا جبتكم أي شغلة عند ذكري بيان الآراء أي أنا رديت مثال على آراء عبر من أنتم مثال توضيح من يوم يعني إذا ما تقدرون لا أنتم سطر حب السطر قال قوم كذا قال قوم كذا تريد تعبرون من يومكم عبر المهم أنا ما لي علاقة بالموضوع بما هو موضوع هذه الآن بيان الآراء الفقهية المتعلقة بالحديث ومناقشته زين سبعة بيان حكم الحديث ودرجته هذا واضح من دراسة العلوم الحديث هذا حديث حسن مو ورا ما يذكر لي الحديث يقول هذا حديث شنو حسن زين هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه شنو من هذا الوجه يعني شنو هذا الوجه يعني الوجه الطريق السند لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا نعرفه إلا من هذا السند واضح الفكرة حديث عقبة بن نافع حديث حسن صحيح هذه كلها شنو حكم مو ومعرفة الصحيح مو معرفة الصحيح هذه ومعرفة الصحيح بيان طرق الحديث إن وجدت والحكم عليها كمان في السابق ما عاد مشكلة زين الحكم على الرجال جرحا وتعديلا مو مثل ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير هذا الآن شنو؟ الآن في قضية الجرح والتعديل أنا بالفكرة العامة ما لها علاقة من أجيب مثلا مثال أنت بالفكرة العامة افتهمت هذا جاي يقوي حديثا أو يضعف حديثا يعني أنا لما أسمع وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير يقوي له ويضعفه فإذا أنا جبت لك المثال شو تقول لي من هجيته في بيان جرح والتعديل وأن هذا شنو جاي يضعف هذا هو وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم تكلم منهم أبو أيوب من قبل حفظه تكلموا به من قبل شنو؟ حفظه ضعفه ولا قوي؟ ضعفه وعنبسه يضعف في الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول إذا الآن سواء كان ضعيف سواء كان شنو؟ يقوي ما له علاقة بالامتحان مجرد انه ها يقول هاي منهجيته ياتي شنو؟ جرح والتعديل وهنا هذا الموضوع بحسب فهمي تضعيف لو تقوية او بعض الاحيان شنو؟ فلان اسمه كذا فلان اسمه شنو؟ كذا مثلا اقول مثلا قال الصادق عليه السلام هو منه جعفر بن محمد الباقر مو؟ أنا الآن لما أجيب لك هذا الامتحان شنو؟ أقول هذا من جرح والتعديل ولكن هنا هذا شنو معناه؟ صحيح مو تقوية ما في تقوية هذا من بيان التعريف تعريف أنا الآن جرح والتعديل مو دائما أجرح لو أقوي بعض الأحيان شنو؟ هذا يعني هسه حتى نخليها ملاحظة ونمشي عليها الجرح والتعديل ثلاثة حتى ليش تشتمون أما يقوي وأما شنو يضعف وأما شنو يبين أو يعرف هذا فيها مشكلة زين تأثر بالبخاري وطرق
بالتطرق لفقه الحديث، وسألت أبا زرع عن هذا الحديث فقال حديث زرع في هذا يبين يعرف. خلينا نجي إلى المتبقيات عسى لأنه الوقت 11 بعدنا يعني، وبس خلينا ناخذ ونعيد عليها إن شاء الله من خلال 11. عنايته بإيراد أقوال الصحابة والتابعين وآراء العلماء ومناقشتهم، هذا نفس السابق. 10 شنو؟ بيان بالتطرق لفقه الحديث، وسألت أبا زرع عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث كذا ويذكر لي. أنا الآن عندي مرة آتي إلى سند متن، مرة إلى فقه الحديث. فقه الحديث كل ما يستطيع المحدث ينتزع من الحديث، شنو المسائل اللي ببالك إنه ممكن ينتزعها من الحديث؟ فهذا معناه شنو؟ فقه حديث. حتى تحت يعني في المحاضرة القادمة زين. أنا يرغب بإيراد أقوال الصحابة، هذا تطرقنا إليه. يرتب أحاديث البارحة الصعودية بيناه شلون؟ إذا حديث أول مرة يأتي بشنو؟ الأضعف، ثم يبين شنو؟ الأقوى. خلينا نجي المثال الثاني، يرتب أحاديث البحث الصعودية. المثال الثاني خلي المحاضر. المثال الثاني حدثنا قتيبة، بس خلينا ناخذ هذا حتى ننتهي وياها شوية. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال، ويذكر الحديث ما نعلم باسل بالمتن، وفي الباب عن جابر وعباس بن عبد المطلب وحديث العباس، فهو ذكر الحديث اول بسنة. لهذا الحديث شنو؟ سند اخر. لا شكل لي وحديث العباس، عباس ما موجود في ضمن السند الاول، حديث ثاني ولكن لنفس المتن. وحديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو الصح. اذا جاء بحديث ثم بين منه حديث ثاني اصح منه، مو؟ اذا يرتب شنو؟ في داخل احنا مو قلنا هنا ابواب باب واحاديث، بس هذا ابواب باب احاديث، مو؟ لابد عنده هو في منهجيته الباب الحديث الاول ادنى والحديث الثاني او الثالث شنو؟ اعلى. هاي يعني نقضي الاسانيد. قال احمد بن حنبل لا اعلم في هذا الباب حديث له اسناد جيد. هذا شنو؟ نقد السند بشكل كامل، يعني مرة جرح وتعديل إلى راوي داخل السند، مو؟ ومرة السند بشكل كامل. زين، عندنا آخر شيء حتى بيان باقي أحاديث الباب اختصارا بذكر رواتها. يعني أنا الآن لما جاني طال الحديث الأول بس ويا حتى هذا شنو؟ أنا المفروض عندي هذا الباب حديث بسند ومتن، مو؟ الحديث الثاني سند منو ومتن، صح ولا لا؟ للاختصار شو يسوي ترمذي؟ هذا الحديث الأول يورد بسند كامل، الحديث الثاني من رواه؟ مثل علي بن أبي طالب سلام الله، هذا الثاني رواه منه؟ رواه علي، مو؟ فبالاختصار شو يسوي؟ هذا الثاني ما يذكر، شو يذكر لي؟ وفي الباب عن علي. خلاص. سنة الثالث بمتن من الرواه؟ هذا جابر. وفي الباب عن جابر. ما يذكر لي الحديث. يذكر لي شنو؟ وفي الباب عن
جابر خلص هذا بيان باقي أحاديث الباب شنو تصارعاً. أنا جاي أقول لك إنه هذا الحديث رواه جابر، ارجع إلى كتب أخرى تلقى شنو رواية جابر، أو قد هي رواية جابر موجودة في موضع آخر بالكتاب بس الآن ما ذكرها. واضح فكرة؟ يعني الأصل إنه يذكر كل الروايات مو، ولكن حتى يختصر يذكر رواية السنة ثم يأتي إلى الروايات المتبقية كذا. آخر شيء عندنا بدقيقة الحكم بمصطلحات جديدة. أنا الآن هذا الحديث المفروض شنو أقول عليه؟ أقول عليه صحيح مو، أو أقول عليه شنو حسن، أما صحيح حسن هاي جديدة عندي مو، غريب حسن هاي جديدة عندي، فهاي يريد شنو هذه المصطلحات. صحيح حسن يعني شنو معناته؟ يعني هو صحيح بطريق وحسن شنو بطريق آخر. يعني هذا المتن هذا الحديث هذا النص ورد شنو هذا السند صحيح، بينما هذا السند شنو حسن. فهذا المتن ايش راح يسمي هذا المتن اللي بسندين صحيح حسن؟ واضح الفكرة؟ زين. إيراد الأحاديث بإسناد عن أهل البيت. هذا يذكر الأحاديث بإسناد عن أهل البيت. لا هذا اللي كل اللي ذكرناه أنا طلعت تطبيقيات هذه نستخرج منها هذا والحمد لله.